هنشوف دلوقتي جولة مرورية ونتعرف على أحوال الطقس مع بعض. نبدأ مع حضراتكم من جولة مرورية، والبداية من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد بعض الكثافات المتحركة بداية من المظلات حتى وسط البلد. بتستمر هذه الكثافات المتقطعة لو مشينا في الطريق السطحي من شارع رمسيس وامتداده. بتظهر مجموعة كده من الكثافات والسيولة من ناحية أخرى بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط ووصولا إلى القلعة وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي بتنتظم فيه حركة المركبات وصولا إلى حي المعادي وحلوان. لكن لو رحنا من الطريق الثاني من الكورنيش من منطقة وسط البلد بتشهد كثافات مرورية كمان متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. من القاهرة نروح مع حضراتكم لمحافظة الجيزة اللي بتشهد سيولة مرورية موجودة الآن في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو من المتجه إلى ميدان لبنان وعند شارع السودان وجامعة الدول العربية. بتظهر طبعا عند مترو الجامعة بعض الكثافات المتوسطة اللي قادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، بيشهد الطريق كمان بعض الكثافات المرورية. من طريق الواحات في كثافات متقطعة مرورية بتنتظم حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، وبتظهر بعض الكثافات المتحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي. من محافظة الجيزة نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسماعيلية اللي هنلاقي فيها الطريق الأساسي والرئيسي عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما تؤثر على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية كورنيش الإسماعيلية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فهي فيها سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية، لكن هي متحركة ومش متوقفة في الطريق الزراعي إلى محافظة الإسماعيلية. محافظة سوهاج هناخد طريق عبد المنعم رياض اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة بتزيد مع طبعا ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلونا نروح مع حضراتكم نستعرض في جولة سريعة أحوال الطقس. النهاردة إن شاء الله بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 29، وأقل درجة بتسجلها محافظة مطروح 25 درجة، أسوان العظمى فيها أعلى درجة 35. هنتابع مع حضراتكم طبعا بالتفصيل أحوال الطقس لكن بعد شوية.